وللحديث عن معاناة الشباب في ظل الفشل الحكومي في العراق معنا من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي. أستاذ مظفر، بداية مرحبا بك. من المسؤول عن هذا الإحباط المستمر الذي وصل إليه الشباب العراقي؟ هذا الإحساس بالإحباط ليس بالجديد، أكثر من 20 أو نحو 20 سنة منذ الاحتلال وإلى الآن الشباب العراقي يتطلع إلى يوم من أفضل ممن سبقه، ولكن للأسف من سيء إلى أسوأ. مساء الخير على حضرتك وعلى حضرات المشاهدين الكرام. مساء النور أستاذ. بصراحة الجميع مسؤول على هذا الإحباط. الجميع، من أقصد؟ أقصد أنه بالبداية أمريكا صاحبة فكرة ومشروع الغزو الأمريكي للعراق، وجميع الحكومات المتعاقبة التي جاء بها الاحتلال إلى حد يومنا هذا، الكل مسؤول على حالة الإحباط التي يعيشها الشباب، على حالة القمع التي يتعرض لها الشباب العراقي وجيل الشباب منذ الغزو إلى حد الآن. نعم، طبعا الاحتلال كان يصف الأيام التي ستكون بعد قدومه للعراق وغزوه العراق وتدميره العراق وإسقاط النظام وإلى آخره، أنه سوف يقوم بجلب الديمقراطية لهذا البلد، جلب العدالة، جلب الحرية. الآن الديمقراطية الأمريكية هل نراها على وجهها الحقيقي الآن في العراق بعد مرور 20 سنة وحال الشاب العراقي الذي يمثل عنصر القوة ولبنة البناء في أي مجتمع؟ هو الشباب يصف الحال في العراق بأنه المتردي، هل هذه هي الديمقراطية الأمريكية؟ هي بصراحة ما يتعرضه العراق الآن، العراق بوجهه الكئيب الآن مع الأسف، هو الوجه الصحيح للديمقراطية التي جاءت بها أمريكا. أنا راح أتفضل لك بمقطع من دراسة عدتها الدكتور فاندرلاند، دراسة عن مستقبل الشعب العراقي ما بعد الاحتلال الأمريكي وخلق فوضى خلاقة. أنا إذا أترجمه إلى قسم من عدها، يقول الدكتور من جزئية الشباب العراقي أن سياسة التفرقة الطائفية والطبقية وسحق الطبقة الوسطى وعدم وجود ديمقراطية حقيقية في العراق بالتزامن مع عدم وجود مستقبل زراعي وصناعي وعلمي يحتضن أجيال الخريجين الهائلة التي تتوالد كل عام، دفع إلى الخذلان وإلى الإحباط، ولا دفع العراقيين إلى ركب قوارب الموت والتي تعبر أوروبا، تعبر إلى أوروبا وتحمل مخاطر عبور الحدود. وأذكرك الآن بالشباب اللي ماتوا على الحدود البيلاروسية والبولونية، اللي هم اختاروا أنه يموتون على الحدود وبعيد عن أوطانهم، لأنه في كل الحالتين وجودهم بالعراق وخروجهم هم يتعرضون للموت، لكن بالحالة الثانية وجود أمل بالخلاص من ما يتعرضون إلى من هذا النظام. هذا النظام الذي جاء بعد الاحتلال وهو نظام المحاصصة يتعامل مع الشعب بمنطق أن هذه المناصب ما هي إلا غنائم، والدليل أن من يطالب بحقوقه من أبناء الشعب وخاصة من شريحة الشباب يتم قمعه كما حصل ويحصل حتى قبل ثورة تشرين وبعد ثورة تشرين. هذا الأمر من وجهة نظرك، العراق فيه موارد وغني بالنفط وغني بالموارد البشرية وغني بالمعادن وإلى آخره، يا ترى هل فن الممكن بالنسبة للحكومة هو الاستحواذ على هذه الموارد لصالح دول إقليمية وتحديدا إيران، ومنع الشباب الذي هو أحق بهذه الموارد من استثمارها وبالتالي نهضة البلد؟ كل هذه التريليونات التي دخلت إلى العراق من بيع النفط والموارد الموانئ وموارد الأجواء وغيرها، كلها دخلت إلى جيوب فئة صغيرة اللي هي متعاونة مع الاحتلال، وهذه الفئة الصغيرة اللي تتحكم بالأموال، الأموال السياسية، وتتحكم بالسلاح، هي خلقت طبقة من المتملقين، طبقة من الفاسدين الصغار التابعين لهم. وعلى هذه الحالة جريدتك الفولكسكرانت الهولندية تقول ان الطبقة الحاكمة تدفع عمر الشباب الى اتجاه واحد، هو الانخراط في الميليشيات المسلحة ودفعهم الى بؤر الحروب وبؤر التوتر. قمنا نشوف العراقيين موجودين في سوريا، العراقيين موجودين باليمن، العراقيين موجودين في لبنان، قد يكون بكرة وبعد بكرة في مكان ما يكون لمصلحة للفئة الحاكمة وفئة الميليشيات
أنه تدفع بالشباب إلى هذا المكان، هذه موارد العراق تجير إلى هذه إلى هذه المشكلة. طيب. يوجهون الشباب إلى الموت فقط. أستاذ مظفر، يعني وظيفة الحكومة خدمة المواطن، كيف تخدم المواطن بوضع الخطط الزمنية سواء كانت خمسية أو عشرية وإلى آخره، بتوافر الموارد وتوافر الأدوات وبالنظرة والرؤية الاستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف؟ الحكومة عندما تدفع بالشباب وتجبرهم على الالتحاق بميليشيات والتطوع بميليشيات من أجل حروب داخلية وخارجية، هل هذه تسمى حكومة بمفهوم الحكومات في العالم؟ لا، احنا بصراحة لا توجد عندنا حكومة، توجد عندنا عصابة تتحكم بمقدرات البلد، عصابة تبطش بالناس، ما عندهم خطة، ما عندهم أي حلول، حلولهم اللي موجودة لجماعتهم وأصدقائهم وربعهم بالتنافس بيناتهم على المناصب، على السرقات، على الفساد، على توزيع الأموال بينهم. لا، أي خطة اللي مو خمسية أو عشرية أو عشرين، خطة اللي بكرة أو بعد بكرة ما موجود عندهم. هم عايشين على الهامش، عايشين بحماية أمريكية، بحماية دولية، يبطشون بالناس، كل خطط ما عندهم للناس. مثل ما ذكرت أستاذ مظفر، هناك فئة ربما تكون نسبيا هي قليلة من المتملقين ومن المنتفعين من نظام المحاصصة، ولكن في الطرف الآخر هناك أيضا نسبة كبيرة جدا وضخمة من الشباب. النسبة الأكبر هي طبقة ناقمة أو شريحة ناقمة على العملية السياسية ونظام المحاصصة. ألا يمثل ذلك خلال المرحلة المقبلة تهديدا للعملية السياسية، أم سيظل الضغط على الشباب مثل ما حصل في ضد ثوار تشرين؟ أستاذ العزيز، يعني على مدى التاريخ وفي كل مكان بالأرض، طبقة الشباب، عمر الشباب هو العمر المعول عليه بالتغيير، العمر المعول عليه بالوقوف بوجه الظلم والطغيان. هذه الطبقة، الحكومة الآن، حكومات اللي موجودة، حكومات الفساد، يظنون أنه بالبطش مالتهم والظلم مالتهم يظنون يعتقدون أنهم سيتلافون الاصطدام مع الشباب. الشباب وإحباطهم بين عند الشعب بثورة تشرين وقبل ثورة تشرين واحتجاجات، بالغضب الصامت، بمقاطعة الانتخابات. الاصطدام آتي لا محالة مع وجود الضغط، مع وجود البطش، مع وجود هذه، الاصطدام آتي لا محالة. كل اللي يحاولون الآن إيذاء الناس وإيذاء الشباب وإيذاء هذا تأخير مسألة الاصطدام ليس إلا. شكرا جزيلا أستاذ مظفر الخميسي، الصحفي والإعلامي العراقي، كنت معي عبر سكايب من أمستردام.